فندر بكتيريا انفكشن وهكذا. الحل معاها دلوقتي اللي بتنزل البراز بتاعها عادي يا حاج ولا في مشكله؟ عادي بتاكل وتشرب وتنزل البراز عادي. بص دلوقتي طبعا احنا هنغسلها كويس جدا وهننضفها كويس جدا بالمنديل واحنا عمال بننضف هننزل برده في الثاني الحاجات دي كلها حاجات عاديه انضف ثاني لغايه ما خلاص انضفها احس ان انا نضفتها كويس جدا بعد كده ابدا ادخلها واحط الانفكشن بتاعها اعملها دلوقتي واخد اكل بتاع عادي بشاش يفضل طبعا ما خدش هنا بخيط خيط ملوش اي لازمه اخد بشاش وادخل واطلع تمام بتسموها ايه بتاعنا عندكم الكافيه دي اللي هي البيرس تمام والاخر يا جرابته كان اتاكل كل يوم الحاج نوصله ثلاث مرات في اليوم اول ما الاقي الحاج بيتحز او ما بيتحزقش يجي حال الشاش دهوت ويجي موسح كده بايديه ولو في اي فيش انت عارفين بيبقى عباره عن بنت الثلاثه الاربعه اللي هم عاملين المشكله ديت ويجي شهاده كان الجراب ثلاث ايام ان شاء الله في حياتك بتستجيب استجابه 100% 100% بتستجيب رغم انها زي ما شايفين الوضع سيء اهوت بس بتستجيب طبعا دلوقتي بعد ما سقطوها يفضل مثلا اي دبل كانت تتحط عليها عشان تسهل عمليه الدخول بتاعها ماشي الدكتور عادل اعملها لكم بقى واحنا نشوفها اي حاجه